Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شفت لك زعما الا بغيتي تعرف الناس ولا حاول تعرف على من غتعرف ومع من غتعرف، فهمتي كيفاش؟ سيرك سير ولا غتعيش. ريسكي باش تشرب الويسكي. ريسكي تخلات الوالدة كتعيط ليها السوفاج، تعيط الوالدة. المهم الدراري عايشون هنايا في السفينة. اولا تشيكوس، واش الدراري؟ صباح الخير. انا في اسبانيا جينا عند خونا طونونو. عشيري هذا صديق ديال الحرقه. المهم الدري عشيري كنعرفو دابا شي شحال هو كنعرفو؟ ضرب سكوه قريب 4 سكوه شي. المهم من يامات كتكلو حبيبي وات في اليوتيوب وهادي. المهم كان كيهضر معايا ديما، كيهضر معايا ونهار سهل عليه الله تا هو طلع تركيا بقينا على تواصل. مابقاش كنقول لي لا خص. المهم اي حاجه كان كيحتاجني فيها راه كان كيلقاني كيسولني. معمرني زعما دخلت على الدراري، لا هو لا بزاف ديال الدراري تبارك الله. كاينين دراري عايشين دابا في المقليز، كاينين دراري عايشين سكونديناف الفوق، كاينين دراري بخير الحمد لله سهل عليهم ربي ويسرت تيسرت امورهم. راه ديما كنقول لكم الدراري راه شي حاجه ما صعيبه وشي حاجه ما سهله. شقات لقاه من الاخر سيمو عشيرنا درت معاه. انا خارج كونجي ما باغيش نهبط للبلاد، فهمتي؟ البلاد هبط لها جوج مرات في عام، اش بدا هابط عاوتاني المره الثالثه راك عارف. بنادم ما بقى يدوز بزاف، قلنا نغيروها نشوفو نكتشفو شويه نسافرو عاوتاني. درت معاه قلت لي الساط واش نقدر نجي عندك اسبانيا هادي، ما رداش لي اقسم بالله. علاش كنقول لكم الدراري؟ راه يلاه لحت واحد البوست في فيسبوك كتبت لك زعما الا بغيتي تعرف الناس ولا حاول تعرف على من غتعرف ومع من غتعرف، فهمتي كيفاش؟ وكتبت لي ما عطلنيش بالزربه، قال لي بغيتي تجي؟ قال لي جي. تاهو نمشي من العاكسين. المهم انا هنايا في اسبانيا مع خونا طونونو. اوا تا هو. المهم جيت عنده انا البارح راه والله العظيم الى الدار بشي 22 ساعة، شي 22 ساعة كاملة طريق. وجيت بقيت وخرجت معاه ودرنا وبقيت فايق راه منعس الدراري راه واحد الحالة. البارح تنخلي لكم شي لقطات في الطريق، كنت صورتهم في الطريق ملي كنت جاي تما. خليكم تشوفوا شوية الأجواء. نتوما عارفين الدراري انا راه بعاد 8 شي وما فهمتش. نتوما عارفين انا مبقيتش فيه اش بقيت مونطي والوقت ما كاينش وبزاف ديال الحوايج وماشي من هذاك النوع اللي كيعجبني نهار ناخذ كاميرا. انا من داك النوع ديال بحال الخراز، انا عطينا لا كاميرا وخليني نبقى نعاود لك على شي لعيبه ولا بحال هكا كيعجبني. انا شنو هاد الكاميرا من خارج الدراري الزنقه وديك الصوفيج تخلات الوالده كتعيط ليها الصوفاج تعيط الوالده. او وليدك في اسبانيا خارج كونجي. بقيت جي ورايا كنضحك ولات الكل. واش الدراري؟ المهم لقيتونا دابا وصلنا لسان سيباستيان. نخلي لكم خويا سيمو هو اللي عارف، فهمتي؟ هو اللي كيعرف هنايا وكيقرا في المدرسه هنايا، دونك غيكون عارف الشارع على هاد البلاصه اللي عارف. انا سان سيباستيان اقليم الباسك هو عارف المدينه وعارف كلشي. والله تا هو اللي زعمني قال لي وحق الله الدراري نتوما عارفين ما بقاش عندي مع داكشي ديال اليوتيوب مونطي فيديو مداز كاميرا في الزنقه وداكشي.
ما انتوما عارفين انا مش حال وانا حابس هذاك الشيء كون بغيت وكونو كملت فيه، ولاني والله تا هو اللي قال لي فهمتي، هو اللي عطاني الكوراج زعما باش نصايب ليكم هذا الفيديو، سينو راك نتوما تشوفوني في الفيديو خاصني نلعن الجاي. باركو فين غنضربوا ديك الجوله؟ بحال اش قلتي جوله سياحيه كديك وسط البحر، كاينه واحد الجزيره هنا ديك شي واحد جزيرات ولا ثلاثه ما عرفتش. المهم كاينين هنايا كتقطع التشريكي ديالك وكدير واحد الجوله اوتو مزيان، عرفتي واحد لاكتيفيتي اللي تقدر ديرها هنايا في سان سيباستيان الا جيتي، لكن بارطاجيو مع اللعيبه وانت خود هذاك الشيء اللي باغي، داك الشيء اللي غيخصك خود لما عندك ما تدير بيرك عارف. مون سلارة عايشونا هنا في السفينة واش تسأل شو السيموش انا شيري طونونو هو دبر ضاربة فينا الشمس فهمش يا مكش بالي نتش حاجة اجواء مزيانة فهمتي حويسة مزيانة. المهم ديرو ابينو شنو اخبار شنو عارف زوج كتبو راحة اكرا بالروج عرفش عرفش واحد الجزيرة وريهم ما شاء الله نوريهم اليوم ايوا الدراري هارب وحق عرف ولكن راه سيمانو كان بروجرام ما خلي لكم شي سينما شي هربان هو اللي غيتكلف فيه فهمتي انا كاتول في هادشي ما نخلي شي سينما شي غيكون هربان في هادشي جبنا لهنا لواحد الجزيره الفوق قال لنا من هنا لواحد نص ساعه وعاده كي بحال كيحطك هنايا نص ساعه الدور تشوف هادي كيهز جروب واحد اخر كيجيب بهم دوره اخرى وعاده كيعاود يرجع. المهم حنا بقى لنا 30 دقيقه باش غنبقاو نتسناو فيه تيجي يعاود يرجعنا للبلاصه منين جابنا. طلعوا دابا واحد الجزيره الصحار تلقى راسي ناش خلاك يتفرج دابا غادي نقلبوا الدراري على سميتو لا الون فيز جايين هنا ضاربين الوارة نشوفوا كيفاش الاجواء. المهم الدراري جايين نطلعوا لهنايا شي واحد طالعه كيفاش دايره راه ما يمكنش شي واحد طالعه كيفاش دايره واحد الفيو هادي ما دي اللقطة ديالي راه ما يمكنش راه بصح ما يمكنش اللي كان يمكن اخوي وري لي داكشي والله اه عباره لوحه فنيه بزاف عاوتاني بحال فريو دي جانير ما شاء الله بحال اللي كتشوف واحد اللوحه فنيه مرسومه والله شوفوا هذا شي حاجه بانورامي اخلي لكم شي فيديو اخلي لكم شي فيديو زيان
راجعين راجعين بحالاتنا دابا حيت هاد العيبة الباطو هذا ما كيشكريه هادشي كيما غاليش بزاف دايره شي 7 اورو تقريبا والله شي رخيص هو حق الله اش مشيت طلع على ديك الجزيره انا كنت لهيا دابا كنت هنايا في العيبات اللي ورايا اش مشيت طلع تما تضرب دويره تشوف عاوتاني شي اجواء راه ما يمكنش الدراري راه بزاف والله هادي ما كنشوف شي لعيبه كنبقى نقول الحمد لله زعما اللي كتب لينا ربي زعما واحد الحياه من بعد داك الشيء كامل اللي راه اللي كيعرف انا كيعرف اللي ما كيعرفنيش راه يدخل فيه ديروا ابينو دخل دخل الفيديوهات تحت هتشوف شكون فهمتي مبغيتيش عرفني طلع لك الفيديو ديالي اول مره هادشي وقع هاد اللعيبه هادي كطلع لك شي فيديو ديال شي واحد طارق والله يسهل على اي واحد الدراري اش خلى امير واحد الفيديو راه مشهور ريسك الا بغيتي تشرب الويسكي صافي حيت سيرك الا بغات تعيش ريسك باش تشرب الويسكي ريسكي واحد نروح نقرب ها نشوف الدراري من بعد من مشينا لذاك البارك وذاك البارك اللي كتشكر اللي طرف لي في البيل عليه قلت لكم التيكي ديالو بشحال كيدير وهادي مشينا الدراري هنايا واحد لاكوط راه ما شاء الله الدراري راه وتقلب الجو ولا واحد الجو غادي راجعين بحالنا المحطه نقطعو كما قلت لكم قبيله نو سيمو بديش كطيح بديش كتصب الشق غنمشيو غناخدو التشيكي ديالنا داز نهار مزيان شفنا فيه زعما كاع داكشي اللي نقدروا نشوفو فيه في البلاصه سان سيباستيان وديروا ابينو ما تنساوش ابينو كلشي لا ابينو الدراري ما تنساوش لينا كثروا لينا الدراري من هذيك ابينو فهمتي باش مرة نبقاو نلوحو لكم شي فيديو وصافي هادشي اللي نقدر نقول لكم الدراري سمحوا لي بزاف ما كنبانش بزاف في اليوتيوب حتى عندي الخدمة ديالي عندي انا مشاكل ديالي عندي بزاف عندي ظروفي يعني باقي كنتسنى في واحد الوقت اللي غادي يجي وغادي نرجع لليوتيوب بطريقتي فهمتي نتوما عارفين دونك باقي خاصاني واحد اللعيبة فهمتي ان شاء الله ربي يسهل فيها ولا بغى الله راه غادي نرجع فهمتي مره ندير فيديو واخا الخدمه واخا هادي واخا بزاف المهم رانا حنايا هنايا النهار الاول هذا مازلنا مع خونا سيم وراه حبينا شاو ما رسول الله الله والله داير معايا داكشي اللي معايا باللازم بالرجوله داكشي هو الصديق ديالي انا ما عمرني تلاقيت معاه نهائيا ديما كنا تنهضروها في انستغرام كومونتيرات حطيت شي تصويره مره كيدخل كيرسل لي شي ميساج كنت سامعو على شي حاجه شي قانون شي حاجه اللي غتفيدني وغنفيدو بها فهمتي حتى النهار كنت بالله هضرنا تسامعنا يسير الله جيت عندو لهنايا بقى يشوف المحطه كيتسناني ولحد الان راه كلشي غادي بخير وزعما طونونو تا هو من الدراري اللي ضربوا الطريق فهمتي ربي كبير الله يربي كبير بالرب ربي ما خلي الموطور ولا تبع على الموطور مسكين شنو جاب لينا والله الا والله يرى ربي كبير والله الا دابا شي 4 ايام وحق الله بلا ماكله بلا والو علمك والله العظيم الحمد لله المهم جيبوا الدراري في الغربه ما كيهمش كله وكيفاش ضرب الطريق ديالو تا هو راه كان في الطاليان راه كان في فرنسا راه مخلفين مشى تا هو راه الدراري اللي كيعرف في الاخر هو جا استقر هنايا في واحد المدينه دابا نخلي لكم شي شنو سميتها تنسى عليها فيكتوريا غاستيس في كيسكون هو واحد المدينه والله شي يا سلام دايره بحال الشكل ديال تيطوان بحال الشكل ديال تيطوان تروبا في داكشي انتيكي نقاوه
واش بغا نقول لكم اخوتي الله يسهل عليكم زعما ويسهل على اي واحد مسكين باقي في الاوراق، الله يسهل على اي دري ضرب الطريق وما سهلش الله. اش نقدرش نقول لك عاود ولا دير ولا صافي الدراري هذاك الشيء راه اللي كاين راه كاين ولا ما نبقاو نعاودوا في الهضره. الا خاصك دير شي حاجه ديرها. تفكر جوج مرات، تفكرش فيها جوج مرات، فهمتي؟ جوج مرات الصاد، فهمتي؟ الا كنتي خاصك دير شي حاجه ديرها. وديما تصنت لخاطرك شنو كيقول لك، الا شي حاجه فكرتي فيها في دماغك وارتاح لها خاطرك هذيك هي. واي حاجه ما شقتلكش ديرها، اي حاجه فهمتي شبان لك راه ما غاديش تموت فيها ديرها. ولكن تشب الله وخرجت في الطريق راه ما عندك ما دير ليها. واش فهمتي ما عندك ما دير ليها. كيف واخا دير واحد اللعيبه الساط وما تصدقش ممكن يبقى عندك واحد ليكسبيريونس خديتي من ديك التجربه. اكسبيريونس فهمتي يا الساط، وضروري كتخرج بواحد النتيجه. تخرج بواحد النتيجه سواء مهمه ديك النتيجه كيف ما كانت خايبه ولا زوينه غتبدل لك حياتك. تكون اكيد باللي داك الشخص اللي خرجتي به قبل ما دير ديك التجربه ما عمرو غيكون ولا غيرجع بحال هذاك الشخص اللي كان قبل ما دير هذيك التجربه. ما عرفتش انا، المهم انا عارف دراري كاينين ناضين في البلاد واعرين كيفاهموا فهمتي، خاطر تهضر معاهم كيما كان الحال غيفهمك شنو باغي تقول لي. دراري حنا رجعنا بحالاتنا للمدينة فيكتوريا غارسياس بعد نهار مليء بالمغامرات. هذا يوم مليء بالمغامرات وكشي شيفات وتشويقات. المهم راجعين الدراري مسخسخين ربي لي على المدينة وعيان. انا اصلا من البارح وانا عيان كاش عندي الطريق بزاف. صافي شرينا الدراري طرام نقاي زويون، الدنيا زوينة. شحال انت دابا عام تقريبا بحال شي عام بالجلال. انا ترونكيل الصاد عجبتني انا مزيان. انا ترونكيل فهمتي، مدينه ترونكيل قريبه بزاف ديال البلايص بحال قلت شي جات في الصندر. هذه العاصمه ديال البيباسك هي عندنا الباسك. هي هذه العاصمه ديالها. شاهد المعلومه مزيان، هذه العاصمه ديالها شنو قطعوا من هنا الصاد.